السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. تكلمنا في الفيديو السابق عن فكرة الخير والشر في المفهوم العقائدي والديني، وعلمنا أن هؤلاء ينسبون مصدر الخير والشر لقوة خارجية عن الإنسان أو عن الكون نفسه، أي شيء خارجي عن المنظومة الإنسانية أو حتى الكونية لبعضهم، هي التي علمت الإنسان الخير والشر، وليس هو شيء موجود فيه طبيعي. أي بالنسبة لهم لولا هذه القوة لما عرف الإنسان الخير والشر. وذكرنا في الفيديو السابق إن هناك من يعتقد أن الخير والشر هو سمو إنساني من تحت إلى فوق، أو إنه نزول من فوق إلى تحت، أي أن هذه القوة هي التي تتصل بنا عن طريق الوحي أو غيره، أو أنها خلقت فيه من الأول في داخله وهو لا يحتاج إلى سمو ولا إلى نزول. هذه بصفة عامة ملخص الفيديو السابق. أما في هذه الفيديو سوف نتكلم عن مفهوم الخير والشر حسب من لا يعتقد بأن هناك قوة خارجية، ويعتبر إن الخير والشر هو تطور طبيعي إنساني ظهر في الإنسان وتطور مع الوقت ووصل إلى ما قد وصل إليه، ويعتبرون إن الخير والشر هي طبيعة تطورية داخل الإنسان منذ ملايين السنين دون تدخل أي قوة خارجية مهما كانت. إذن يعتبرون إن الخير والشر هو مكسب إنساني خاص به. إذن هؤلاء الذي يعتقدون أن الخير والشر هو داخل الإنسان أو هو مكسب إنساني ينقسمون إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما نطلق عليهم الملحدين الماديين، الذي لا يؤمنون بأي قوة مهما كانت، ويعتبرون أن الخير والشر تطور طبيعي صدفة مع تطور العقل الإنساني والجسم الإنساني، وهو مربوط كليا بالمادة، وإنه صادر عن إفرازات كيميائية داخل العقل الإنساني. مع تطور الإنسان وتطور الحضارة وضع الإنسان فكرة الخير والشر لكي ينظم المجموعات وينظم المدن. إذن هو عملية صدفة وجدت عند الإنسان نتيجة هذا التطور. إذن بالنسبة لهم غير مرتبط بأي قوة مهما كانت، وغير مرتبط بالكون، وإنما هو محصور في المجال الإنساني فقط. ويمكن العلم الآن أن يبحث في هذه المسألة وهذه الإفرازات الكيميائية ويعرف ماهية الخير والشر ماديا. طبعا العلم إلى الآن ما زال بعيد لكي يثبت ذلك، ولكن هو يسير في هذا الطريق من أجل تفسير ما يسمى الخير والشر ماديا وكيميائيا. وبحوثات ودراسات كثيرة أقيمت حول بعض المجرمين الخطيرين وغيرهم، واستطاعوا أن يجدوا جانب في المخ الإنساني يجعل من إنسان يميل للشر أكثر من الخير. ولكن طبعا العلم كما قلت لكم ما زال يبحث في هذه المسألة. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني الذي نطلق عليهم بين قوسين الربوبيين، أو من يؤمنون بقوة أو بعقل كلي، أو ما يسمى بالفلاسفة أو المعتقدات الفلسفية، فهؤلاء يعيدون الخير والشر إلى قوة أولية أصلية موجودة في الوجود، واجبة الوجود من الأول. هذه القوة عندما خلقت الكون وخلقت الإنسان أوجدت فيه القابلية لمعرفة الخير والشر، والخير والشر يظهر في الإنسان على حسب التطور الطبيعي الموجود في الإنسان من الداخل. إذن هؤلاء يربطون الخير والشر بقوة أو عقل كلي أو شيء كلي موجود هو الذي جعل فكرة الخير والشر. إذن هؤلاء
ينكرون فكرة الصدفة وينكرون فكرة أن الخير والشر محصور في المجال الإنساني فقط، وإنما هو نابع عن قوة أولية مهما كانت هي مصدر الخير والشر. هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث هم الذي نطلق عليهم الملحدين الإنسانيين أو الطبيعيين أو الغنوصيين. هؤلاء لهم فكرة تتفق مع الاثنين من جانب وتختلف من جوانب أخرى، فهي على حسب الملاحظة وعلى حسب التطور الإنساني وصلت إلى نتيجة إن الخير والشر ليس صدفة، هنا تتفق مع الربوبيين، ومن ناحية أخرى تعتبر إن الخير والشر ليس محصور في المجال الإنساني فقط بل هو كوني، هنا أيضا تتفق مع الربوبيين، ولكن في نفس الوقت تختلف مع الربوبيين في فكرة أن هناك قوة أولية هي التي خلقت وجعلت هذا الخير والشر. الفكر الثالث يقول إن كل شيء في الكون هو بحد ذاته قوة أولية، يعني إن ليس هناك قوة أو وعي كلي هو الذي يسيطر على الكون، وإنما كل شيء في الكون مهما كان صغير فهو بحد ذاته قوة قادمة من العدم، وهذه القوة المتنوعة تطورت ولكل واحدة منها خلقت مفهوم الخير والشر طبيعيا في ذاتها، وهي التي سمحت لها أن تتطور. أي إن مثلا الحجر عنده مفهوم الخير والشر موجود داخل فيه وهو يتطور على حسب هذا المفهوم بتاعه، وهكذا النبات وهكذا الحيوان. الفرق إن الإنسان وصل إلى درجة من الوعي إنه أصبح يتصرف في مفهوم الخير والشر ويتناقل فيما بينه كلاميا وفكريا فكرة الخير والشر عن طريق الإحساس. إذن هنا الإنسان هو أكثر وعي بالخير والشر، بينما بقية الموجودات فهي يمكن لا تعي أو أقل درجة وعي، ولكن الخير والشر موجود فيها. كما أن الفكر الغنوصي يؤمن بأن هناك تناقل وتوارث مثل ما يقول الملحدون الماديون. الفرق أن الغنوصيين لا يتكلمون عن تناقل جيني لأن مجالهم حسي فكري مجرد لا يتدخل فيما توصل إليه العلم، فهم يقولون الفكرة كما هي وعلى العلماء أن يثبتوا أو ينفوا ذلك. إذن هذا الفكر الفطري يؤمن أن الخير والشر كوني وموجود في كل شيء، وإن الإنسان هو أكثر وعي ومعرفة للخير والشر بالنسبة له طبعا كإنسان وبنسبة كل ما هو حوله. يستطيع الإنسان أن ينظر ويشاهد هل هذا الذي حوله خير أم شر، بينما الموجودات الأخرى التي أقل وعي تكتفي بذاتها ويكون تصرف أو سير طبيعي ليس مثل الإنسان وبدرجة وعي الإنسان، وتكون محدودة بذاتها. مثلا الأسد عندما يهجم على الغزال ويأكله لا يراه إنه فعل شر بل هو تصرف طبيعي، بينما الإنسان في الخارج الذي هو أكثر وعي ويعرف ما معنى الموت ومعنى التعدي يعتبر ذلك شرا، بينما ذلك الأسد يرى إنه أمر طبيعي من أجل البقاء. طبعا أنا مانيش باش ندخل في التفاصيل ما هو الخير والشر بنظرة كونية أو نظرة إنسانية، لأن هذا ليس موضوعنا في هذه الفيديو، وإنما موضوعنا هو كيف تطورت فكرة الخير والشر عند الإنسان من أول وجوده، بغض النظر عن أصله وهل هناك قوة وهل هناك موجودات أخرى هي التي أعطت أو غيرها. ما هو أكيد إن الإنسان عبر التاريخ طور فكرة الخير والشر، وهذا ما سوف نحاول أن نفهمه في هذه الفيديو. خلينا نسترسل دون تعقيدات ودون كلمات علمية كبيرة ونطرح تطور فكرة الخير والشر عند الإنسان على حسب
ما توصل إليه الإنسان اليوم. ما هو ثابت إن الإنسان قبل ملايين السنين كان تقريبا مثله مثل الحيوان، حتى لا نقول حيوان، رغم اللي هو فصيلة من فصائل الحيوان. ليس له مفهوم الخير والشر كما هو عليه اليوم، أي إن الخير والشر بالنسبة له مرتبط بالبقاء وإشباع الغريزة الطبيعية، أي بالنسبة إليه كل ما يحافظ على بقائه ويلبي غريزته فهو خير، وكل ما يخالف ذلك فهو شر، وهذا بدون تفكير وبدون وعي، فهي مسألة طبيعية نجدها اليوم عند كل الحيوانات. ونحن نعلم أن الإنسان هو من فصيلة الحيوانات التي تعيش في مجموعات، إذن هوني ارتبط الخير والشر أيضا ببقاء المجموعة حتى على حساب الفرد، وهذا نلاحظه الآن في كثير من الحيوانات التي تعيش في مجموعات، حيث إن الفرد ليس له قيمة أمام المجموعة. ومن هنا بدأت تنمو داخل الإنسان فكرة الخير والشر سواء كفرد أو كمجموعة، وطبعا من أجل الحفاظ على بقائه وهو يعلم إن الفرد مرتبط بالمجموعة قدم المجموعة على الفرد، لأن المجموعة لها القدرة أكثر على البقاء. هذه نقطة جدا مهمة وقعت للإنسان، وطبعا هذا بطريقة طبيعية وتسير على حسب البداهة وحاجيات المجموعة وحاجيات الفرد. طبعا مع تطور المخ البشري وخاصة انتصاب الإنسان، بدأ الإنسان يطور مسألة الحس، الحس بذاته والحس لمن حوله، ومع تطور الحس بدأ يحدث الوعي، وهنا دخل الإنسان في مرحلة جديدة من الوجود متاعه، خاصة مع اكتشاف النار. إذن مع ظهور الوعي وتطور الوعي عند الإنسان، بدأ يقارن الأشياء حوله، وتكونت له ذاكرة في حياته وعادات يتبعها، وذاكرة يتعلم منها الأشياء، وهذا قبل أن يتطور النطق والكلام عند الإنسان. فبدأ يقارن الأشياء بين بعضها، فنظر إلى النهار فوجد نفسه يعمل فيه ياسر حاجات، يأكل فيه، يصطاد فيه، يخرج فيه، يتحرك فيه. إذن فأطلق على النهار مسألة خير، وقارن ذلك بالليل فوجد أن الحركة عنده تقل فاعتبره شر، ثم اكتشف النار وأضاء الليل فاعتبر النار خير يصاحبه دائما سواء في النهار سواء في الليل. وهكذا بدأت معناتها بشوية بشوية فكرة الخير والشر تتكون عند الإنسان، وهذا الخير والشر مرتبط بالمصلحة والمنفعة الشخصية للفرد أو المجموعة. وهكذا ظهرت فكرة الخير والشر عند الإنسان، وبدأ يقسم الأشياء كلها حوله وتصرفاته كلها على أساس هل هذه خير هل هذه شر، على حسب الوضع متاعه في ذلك الوقت وعلى حسب الطبيعة متاعه. كل شيء ينفعه وينفع المجموعة فهو خير، وكل شيء يضره ويضر المجموعة فهو شر. طبعا بعد لا حدد هذيك الأمور، بدأ ينظم المجموعة وبدأت تكبر المجموعة، وبدأ يحط في القوانين اللي تنظم داخل المجموعة وتحافظ على وحدة المجموعة. كل حاجة معناتها يمكن أن تهلك المجموعة أو تضر المجموعة يجب الفرد أن يتخلى عنها من أجل المجموعة. وهكذا بدأت تتكون فكرة الخير والشر عند الإنسان في الأول. طبعا مع تطور الإنسان وكبر المجموعات، كثرت القوانين أو الأنظمة التي تحدد الخير والشر، ومع ظهور الكلام بدأت تنقل الأفكار حول ما هو خير وما هو شر، وهنا
أصبحت المجموعة تملك مخزون موروث كبير ينقل من جيل إلى جيل لكي يوضح الأخطاء والتجارب اللي مر بها الإنسان من قبله. وكلما يتطور الإنسان وتلتقي المجموعات ببعضها تتكون قوانين أخرى تحدد ما هو خير وشر، سواء في علاقة الأفراد من بين بعضها، سواء علاقة المجموعات من بين بعضها، وبدأت تتكون ما يسمى بالمصلحة العامة اللي تنفع الجميع. إذن المصلحة والبقاء عليها قامت فكرة الخير والشر عند الإنسان بطريقة طبيعية جدا ومتسلسلة، لا قوة خارجية ولا مخلوقات فضائية ولا رب قد السماء، فهمت؟ هو اللي قال لنا شنو الخير والشر. فالخير والشر على عبر التاريخ الإنساني تبدل من فترة لفترة على حسب الظروف وعلى حسب العوامل وعلى حسب المجموعات أو المدن الصغيرة أو المدن الكبيرة، تكونت فكرة الخير والشر. إذن نجم نقوله اللي احنا توا نسميوه خير وشر هي صنع بشري 100%، والخير والشر على حسب التطور الإنساني وعلى حسب البقعة وعلى حسب المجتمعات أو التجمعات، الخير والشر يتبدل ويتطور ويختلف. قداش من حاجة تلقاها تعتبر شر في منطقة معينة أو في زمان معين من بعد تصبح خير، والعكس صحيح. إذن هذه مسألة الخير والشر هي مسألة بديهية نبعت من الإنسان من أجل أن ينظم روحه. من بعد جاءت الفلسفات والأفكار والكتابات والتعقيدات وكل هذه الأمور من أجل أن تعطي ركيزة للخير والشر وتجعل له هيلمان، أما هو طريقة بسيطة جدا واضحة بين، لا يحتاج تفلسيف ولا وحي ولا قوة خارجية. وطبعا مع ظهور الكلام من بعد الكتابة أصبح الطفل من الصغرى يتربى على ما هو خير وشر على حسب والديه وعلى حسب المجتمع اللي هو عايش فيه. أي النجم نقوله اللي نسبة كبيرة من اللي احنا نسميه خير وشر الآن هو ملقن وموروث من عائلة إلى عائلة ومن مجتمع إلى مجتمع، ويقنعونا أنه حقيقة مطلقة ونمشيوا عليها من دون أن نراجع هل هي بالفعل خير وشر بالنسبة لنا أحنا الآن أم لا، وإنما نتبعوا كل أنعام. ولكن من حسن الحظ على طول التاريخ الإنساني ظهروا منارات من أجل أن يصحوا المسار ويوضحوا الأمور ويوريونا شنو هو بالفعل خير وشنو هو شر. خاصة الآن مع تطور الإنسان وتطور العلم أصبحنا أسهل باش نعرفوا الخير والشر من خلال الدراسات والبحوثات والتجارب العلمية، وتم مراجعة كثير من الأفكار اللي كانت تعتبر قبل الشر وتم تصحيحها. ولكن مع الأسف هناك كثير من الأديان ما زالت متمسكة بالتحريم والتحليل على أسس ديني وناكرة للعلم وللتطور العلمي ولتطور الوعي عند الإنسان، وهذا يخلق مشكلة كبيرة لأن الوعي عند الإنسان والفكر والمعرفة عند الإنسان تطورت طبيعيا، بينما أفكار قديمة متوارثة ملقنة ما زالت تطبق إلى اليوم، وهذا يخلق مشاكل داخلية ونفسية وعقد نفسية في المجتمع تجعل كثير من الناس يعيشوا حياتهم مذبذبين وما يستفيدوش بالوجود متاعهم في هذه الدنيا من أجل أفكار قديمة موروثة منقولة ليس لها أي قيمة. إذن بعيد عن التعقيدات والفلسفات والخرافات والأديان والمعتقدات، الخير والشر هي صناعة بشرية بحتة الهدف منها تحسين عيش الإنسان مع بعضه وتنظيم التعاملات من بين مجموعات وأفراد. وتحولت فكرة الخير والشر إلى وسيلة استعباد وضغط من أجل السيطرة على الأفراد وعلى المجتمعات
ومن أجل السلطة. لهذا الإنسان كفرد وكشعوب وكمجموعات يجب أن يراجعوا كل ما قيل لهم على أساس أنه خير وشر، ويحاولوا باش يخرجوا بأفكار إنسانية تكون مقبولة للجميع، تحدد ما هو خير لنا وما هو شر، بدون الاعتماد لا على قوة خارجية ولا على عقل كلي ولا على أي شيء آخر، وإنما من بيناتنا، ونحاول كل مرة نطور هذه الأفكار ونعرف شنو هو اللي بالفعل خير وشنو اللي هو شر. والآن كثير من العلماء يبحثون في هذه المسألة وينظرون في مخ الإنسان، وشنية المناطق اللي موجودة في المخ متاع الإنسان اللي تخليه يعمل حاجات شريرة معترف بها إنسانيا، كما مثلا الإجرام والقتل وغيرها من الأمور. طبعا هذه فيديو تعتبر قصيرة نوعا ما، تكملة للفيديو اللي قبل هذه، الخير والشر على حسب المعتقدات والأديان، باش نوضحوا للمشاهد أن الخير والشر ليس وراه أي قوة غيبية مهما كانت، فهي صناعة بشرية تطلبتها الظروف، والخير والشر يتطور عند الإنسان على حسب تطور الوعي متاعه لا أكثر ولا أقل. نظن هذه الفكرة واضحة، ونكمل في الفيديو القادم الحديث عن الزردشتية والقواعد الأساسية اللي تقوم عليها الزردشتية، اللي باش تدخلنا في بحر الأديان الإبراهيمية، أكبر مصيبة عرفتها الإنسانية من أجل استعباد الإنسان وإذلاله ومنعه من عيش هذه الحياة من أجل مصالح شخصية أو جماعية. وشكرا على المتابعة، وما تنساوش كان عجبكم الفيديو توزعوه، وإلى فيديو قادم وبسلامة.